اشتراك الجهود على كل المستويات. مراد مدلسي رجل الهادئ صاحب المسار السياسي الطويل، يرحل عن عمر ناهز 76 سنة تاركا وراءه إرثا سياسيا معتدلا ومشوارا مهنيا لرجل دولة من الطراز الأول. من مواليد أفريل العام 1943 بتلمسان، خريج جامعة الجزائر، متحصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية عام 66. بدأ مشواره كمدير مساعد في منظمة الشراكة الصناعية الجزائرية الفرنسية، ثم مديرا ماليا لشركة الدراسات والإنجازات الصناعية، فمديرا عاما للشركة الجزائرية السويسرية للإنجازات الصناعية قبل أن يعين على رأس لاسنتيا. عين أمينا عاما بوزارة التجارة عام 88، فوزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية عام 91، ليعين وزيرا للتجارة بين 99 و2001، فوزيرا للمالية عام 2002، مستشارا لدى رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية 2005، لتجدد فيه الثقة لإدارة قطاع المالية بين 2005 و2007، ثم يتولى بعدها حقيبة الخارجية من 2007 إلى غاية 2013. وفي 12 سبتمبر 2013 عينه رئيس بوتفليقة على رأس المجلس الدستوري إلى غاية وفاته.